طبيعة الحال بينضم لنا زميل لابتو فوكس صار توني عبدو. هاي توني. هاي. سي اكس 3 يعني اليوم كملت السيري بمازدا. كان عندنا اس يو في متوسط الحجم واس يو في كبير بين سي اكس 5 وسي اكس 9. اليوم كمان صار عندنا سي اكس 3 بمواصفات كثير حلوه, ميني اس يو في مناسب جدا للكل يعني صراحه. طبيعي هلا هذا بشكل كثير اتراكتيف. مزبوط, هذا هو الموديل اللي هو الماشي عالميا, لانه العالم بدها فور ويل شيء شو يكون شوي اعلى من غيره بالسوق, وبنفس الوقت يكون اسعاره مقبوله, وهذا اللي عم يكون بالسوق مبدئيا عليه طلب كثير. عم شوف شكل فعلا حلو مع بامبرز على الجوانب, اعطيه هيك طابع رياضي اكثر. سيارة على SUV إذا فينا نقول حجمها ممتاز توني, سعتها من جوا كمان بين هيدروم بين ليجروم, خمس أشخاص بكل سهولة. راح نشوف بعد شوية لما ندخل عليها في الحال, بس طبعا. الملفت كمان هو هالشيب الحلوة وهاللاينز الحلوين على الجوانب اللي عم نشوفهم هلا, وعم يظهروا الماسلز تبع السيارة بشكل كتير قوي, لأنه هالسيارة هو شكلها اللي عم يشد الزبونات لحتى يجوا يشوفوها ويسوقوها, خاصة عم تكون متناسقة, عم نشوف البوز الطويل مثل ما عم نشوف هلا من هالانجل بالتحديد جورج, عم يعطيها طابع رياضي مع انه هي اس يو في, يعني صعب تشتغل سيارة اس يو في وتخليها محافظة على الطابع الرياضي تبعها. يعني ممكن نشبهها للمازدا توعة كبير اذا بدنا نحكي كشكل, بس اكيد مع مواصفات بعد هيك اكبر وشكل تشبه كل موديلات المازدا اذا بدك تجي تقول جامع الكل. ايه جامع الكل, عندنا تنتد جلاس عم يكون من ورا دائما, الانجل عم بيكون بالكابين اللي عم بيخليك تحس انه السقف الواطي, هاللاينز اللي عم بيكونوا موجودين تحس انه اوقات بيجوا ستريت حتى يفرجوك هالسياره قد ايه هي بتحسها على هالطريق, يعني عم تعطيك الشكل السيف, لانه دائما بيكون لما يكون هالديزاين معمول بيوحي لك بالسقف السياره. انا سبق وجربتها للسياره وطلعت فيها على طرقات جبليه توني, وعلى مشيت فيها على طرقات بحص, وفعلا كان طلوع وحتى نزول في عنا تماسك ممتاز خلال القيادة. اكيد عم نحكي عن 4 wheel drive system بهالمازدا CX-3 اللي عم نشوفها كمان من ناحية الأمامية. أكيد شكل المازدا معروف, بس كمان بشيب مظبوط بشيب اختلفة. عم نشوف الفوغ لايتس اللي هو لاد جورج فيها بديفرنت شيب عم بيكون على المازدا, عم بيميزها شوي عن غيرها على الطريق أكثر. حبيتها كثير أنا صراحة. يلا ننتقل للداخل نشوف من جوا التفاصيل. ظهر الشارك كمان موجود على السي اكس 3 توني, شفناه اكيد على المازدا 3 وعلى طرازات المازدا كلها. عم تقل هلا بكاميرا الزميل يغي للداخل الحلو كثير للسياره. نعم. سياره واسعه كثير, ميني اس يو في مثل ما حكينا, وعنا كل الفيتشرز اللي بنعرفهم بمازدا طبيعه الحال موجودين فيها. خبرنا اكثر ديتيلز. نحن دائما عم نحكي عن الشيب اللي عم نشوفه من الداخل اللي هو صار بكل المازدا, بنشوفه تقريبا هو ذاته بيختلف شويه اشياء موجودين فيه زي اللي عليها. دائما تاتش سكرين اللي هي اهم شيء لحتى نقول انه هل موجوده باعلى نقطه بالانسترومنت بانل لحتى تحافظ على الشخص, يحافظ على القياده ويضل سيف وضل مركز على السواقه. في رير كام بنفس الوقت, عندك كثير ابلكيشنز منها البلوتوث اللي عم بيكون فيها, في عندك ام زي دي كونكت يعني هي بسموها, في عندك الاها راديو اللي هو راديو انترنت فيك تفوت تسمع الميوزك اللي بدك اياها فيا بلوتوث, وهيدي الشباب ينبسطوا فيها. الانتراكشن بينهم وبين السياره كثير مهمه اوقات. في عندنا كمان الفتحات الاي سي الشبيهين شويه مثل ما حكينا للمازدا 2 بالشكل وباللاين الاحمر الموجود فيهم. فعلا كمان من جوا السياره ملفته جدا مثل ما شكلها الخارجي. بننتقل هلا نحكي عن سيستم الفور ويل بدي اعرفه منك. نعم. وعن محرك السياره. عم تشوف نرجع على الناحيه الخلفيه الحلوه كثير للسياره, فعلا اتراكتيف كثير من ورا كمان ومن الناحيه الاماميه توني. ناحيه المحرك سيستم الفور ويل هو نحكم بالساعات اللي بدنا مزبوط متحكم بالفور ويل, هي لوحدها اوتوماتيكلي لما تحس انه بحاجه نكون في عندنا فور ويل درايف بيركب السيستم بطريقه كثير سموث. هذا اريح نظام ابتكروه, لانه في كثير ناس بيتلبك وما بيعرفوا امتى لازم يركبوا فور ويل وامتى مش لازم, وبصير شوي خيفانين يسوقوا الفور ويل. هيدا خلق السيستم لحتى يكونوا مرتاحين ومور سيف عم يكونوا اللي عم يسوقوا فيها السياره. طيب بنحكي ناحيه المحرك اليوم قد ايه المحرك عندنا؟ نحن عم نحكي ب 4 سيلندر بهذه السياره 2 لتر عم بيكون 150 هورس باور سكاي اكتيف مثل ما دائما بنقول لحتى يكونوا عم يستفيدوا من مصروف خفيف بالبنزين,
كومبريشن ريشيو اعلى من غيره بكثير، مع المصروف عم بيكون عم يتخطى ال 220 بتنكة البنزين. أنظمة ال ابي اس اكيد الاي بي دي كلها موجوده، موجود البي اس بريك اسيست كل شيء لمزيد من السيفتي طمنوا، خاصه الاهل بطمنوا بالهم اكثر. في شغله بس جورج، الاي ستوب عم بيكون بس لنذكر فيها لحتى نكون عن مثل ما بقول عم نحكي عن كل تفاصيل الاي ستوب، لحتى يكون الانجن عم يطفي وقت عجله السير وقت تاع الصفران ويعمل بوز الانجن ليوفر بالبنزين كمان، واكيد بيطول من حياه المحرك بطبيعه الحال. توني متين نشوف شو الديل موجود اليوم على السياره. اليوم سيارة جديدة بعرف عليها طلب كبير، خبرنا اليوم كيف طريقة تقسيط الفايدة عليها وكل شيء. جورج، هاي السيارة عليها كتير طلب، عالميا عليها طلب وبلبنان عليها طلب، أكيد نحن لحتى نشجع العالم يحجزوها ويصير في عليها أكثر وأكثر سوق كبير، عم نقول عم نقدم يعني لانشينج برايس اللي هو بقيمة 2000 دولار، يعني السيارة هلا عليها لانشينج برايس نازل سعرها 2000 دولار لحتى كل اللي بده يستفيدوا منها يشتروها هلا بهذا السعر، لأنه بده يرجع السعر للسعر الطبيعي. 0.9 انترست عم نقسطها اللي هو اوطى نسبه فايده بالسوق، صحيح عم يمرق معنا 0% انترست على غير سيارات، بس 0.9 كمان منه قليل، عم بتوفر كثير بالمقابل فيها. عم نشيل 2000 دولار من حق طبيعي السيارة. لانه عم نشيل بالمقابل، وهيك عم بتقسط على 5 سنين مع 30% دفع اولى مع وارنتي 5 سنين كيلومتراج مفتوح. كيلومتراج مفتوح، شكرا لك توني على كل الانفوز. اكيد كل يوم سياره جديده ضمن اوتو فوكس خاصه بمازدا ويك. الى اللقاء.